الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. يا رب، يا راجي الناس، رب الناس موجود، فالجأ إليه فمنه الفضل والجود، واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والخير في ساحه والعفو ممدود. يا راجي الخلق في خوف وفي طمع، لا يقصد الخلق والخلاق مقصود. باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام، وباب الناس موصود. فارجع لمولاك في عسر وفي يسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا أبا القاسم محمد صلى الله عليك يا رسول الله، يا رسول الله، تأبى الحروف وتستعصي المعاني، تأبى الحروف وتستعصي معانيها، حتى ذكرتك ففاضت قوافيها. محمد قلت فاخضرت ربا لغتي، وسال نهر فرات في بواديها. كيف يجذب حرف أنت ملهمه، وكيف تظمأ روح أنت ساقيها. صلى الله عليه وسلم، يا خاتم الرسل الكرام، ما خلقت أرض ولا ثبتت فيها رواسيها إلا لأنك أتيتها رسول هدى. طوبى لها وحبيب الله آتيها. يا سيدي يا رسول الله، يشفع لي أني اشتريتك بالدنيا وما فيها. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على طب القلوب سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب السخط والتعسير. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا يوما تعرضون فيه على الله، اتقوا يوما شديدة أهواله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أما في الطرف الآخر، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أحباب سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. آيات عظيمة يبين الله عز وجل بها أمرا عظيما، ميثاق من الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، السمع والطاعة لله ميثاق مع الله. من خلال هاتين الآيتين سننطلق لنعمل كما يعمل التاجر في آخر الشهر، بيعمل جرد حساب، مو هيك؟ يقوم التاجر بجرد حسابه وينظر ماذا قدم وماذا عمل وماذا ربح وماذا كسب. ومن خلال هذه الآية لنحاسب أنفسنا إخواني، كما قال سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. أكثركم حضر الخطب الماضية، كان أحد الخطباء من الطلاب قد تكلم عن التوكل على الله، فما كان حالك بعد تلك الخطبة؟ هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ هل توكلت على الله؟ هل فوضت أمورك إلى الله؟ هل أيقنت بأنه لا متصرف في هذا الكون إلا الله؟ خطبة أخرى عن الخوف من الله: هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ هل خفت من الله في أعمالك؟ هل أحسست أن الله مراقبك على الدوام؟ هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ أم نأتي لنسمع الخطبة ونذهب؟ وظيفة. عندما تكلم الخطيب عن تنقيص العلماء لأسباب سياسية، هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ أم زاد نفورك من العلماء وزادك ذمهم وتنقيصهم لأتفه الأسباب؟ هم بلغوا الدرجات العليا وتأتي لا تفقه من العلم شيئا وتقول: فلان شو معرفه؟ ضيعان اللف على رأسه. هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ عندما تكلمنا عن العلم، تكلم شيخنا الفاضل حفظه الله عن العلم وفضل طلب العلم، هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ هل مشيت على ميثاق الله الذي واثقك عليه؟ سمعنا وأطعنا؟ هل وضعت هدفا أمامك أن أحضر في الأسبوع مجلس علم؟ هل وضعت هدفا أمامك وواثقت نفسك وعاهدت نفسك بأن تعلم أطفالك؟ هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ لما تكلم الخطيب عن أذكار الصباح والمساء، أسألكم بالله العظيم، من منا طبق منها؟
هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ كم ذكر من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار بعد الصلاة وقبل الصلاة وقبل النوم وبعد النوم. هل كان حالك سمعنا وأطعنا أم سمعنا فقط؟ اللهم إنا نسألك العافية. لما تكلمنا عن الطلاق وخطورة هذا الأمر وخطورة البوح به والتلاعب به بين الشباب، هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ هل علمت الناس؟ هل حذرت الناس من هؤلاء؟ هل حذرت الناس من هؤلاء الذين يبوحون بهذه الكلمة؟ حاسبوا أنفسكم إخواني. لما تكلمنا عن تربية الأطفال وتنشئتهم النشأة الصالحة، ما هو حالنا إخواني؟ يروى أن أبا جعفر المنصور لما استلم الخلافة كان جالسا فدخل عليه سيدنا مقاتل بن سليمان وهو من كبار الصالحين والأولياء، فقال أبو جعفر وكان يعرفه من الواعظين الذاكرين، قال جاء ليعكر علينا صفو يومنا، حيذكرنا بالآخرة ويذكرنا. قال فبدأته فقلت له عظنا يا مقاتل. فقال يا أمير المؤمنين، اسمع يا أخي، قال يا أمير المؤمنين أعظك بما سمعت عن بما رأيت. الناس تتكلم كثيرا، ربما بعضه صحيح وبعض. قال بما سمعت عن بما رأيت؟ قال لا، بل بما رأيت. قال يا أمير المؤمنين لقد مات عمر بن عبد العزيز وقد خلف 11 ولدا وترك في بيته 18 دينارا. كفن بخمسة وقبر واشتري له قبر بأربعة ووزع الباقي على الأولاد، 9 دنانير وزع على 11 ولدا. وقد مات هشام بن عبد الملك وقد ورثت إحدى زوجاته الأربعة 80,000 دينار ذهبي غير الضياع والقصور، بس الزوج الوحدة 80,000 دينار ذهبي. قال والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت بعيني هذه في يوم واحد ولدا من أولاد عمر بن عبد العزيز وهو يحمل على 100 فرس في سبيل الله. هذا اللي أخذ صلى من الورد دينار أو نص دينار، رأيته في يوم يجهز الناس على 100 حصان في سبيل الله، وقد رأيت في ذلك اليوم ولدا من ولد هشام بن عبد الملك وهو يسأل الناس في الطرقات. إن تظن أن مستقبل ابنك بالأموال فأنت مغبون، أنت مخدوع في هذه الدنيا، والله ليس مستقبل ابنك بالأموال. ما فائدة المال إن ضل ولدك؟ ما فائدة المال إن أضل ولدك غيره؟ ما فائدة المال؟ لما تكلمنا هل كان حالك سمعنا وأطعنا؟ إخواني المؤمنين، هذا العهد لما أضاعه غير المسلمين، اسمعوا ماذا قال الله عنهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
عندما تترك ميثاق الله بالسمع والطاعة أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أليس حالنا هذا يا إخوان؟ يأتي لخطبة الجمعة إلا ما رحم ربي من جماعة السميعة فقط. ليش؟ لماذا يا أخي؟ ليش؟ ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا اللي بيسمع بيطنش، هذا حاله حال الدواب، صم بكم. ميثاق الله السمع والطاعة. كم نوعظ وكم نذكر بأحاديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وننساها ولا وكأننا لم نسمعها من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بشارة لمن أعرض عن السمع والطاعة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، بعدك عن طاعة الله وعن نهج الله سيجعل حياتك كلها نكد. ستملك الأموال ولكن لن تملك راحة القلب. راحة القلب بذكر الله، بطاعة الله، بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يأتي ذلك إلا بمجالسة العلماء وبحضور مجالس العلم والذكر. اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يهمله الله من عطائه، يتركه ولا يغدق عليه من تفضلاته في ذلك اليوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيرمونه خلف ظهورهم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.